السلام عليكم إخواني المتابعين، مرحبا بكم في كل مكان. كما تعودنا كل أسبوع نقوم بمشاركة فيديو على القناة، فعندما قررت آخر مرة أن أشارك فيديو على اليوتيوب، المشكل، هل تعلمون ما هي المشكل؟ لم أجد موضوع لكي أتحدث معه لم أجد موضوع لكي أتحدث عنه، فجلست قليلا وبدأت أفكر و ألعب بالجيتار و... ما هي الفكرة يا إخوان؟ المتابعين يريدون موضوع مفيد لهم، لكن الفكرة لم تأتي، فقلت ما هو الحل؟ فعدت إلى فيديوهاتي السابقة وبدأت أراجع وأشاهد الفيديوهات واحدة تلو الأخرى، المواضيع واحدة تلو الأخرى، فوجدت أنني لم أتحدث عن شيء كان من المفروض أن أتحدث عنه. هل تعلمون ما هو؟ إنه الجليتش. هل الجليتش؟ سوف أعلمك في هذا الفيديو كيف تقوم بعمل جليتش احترافي باستخدام تطبيق كين ماستر، وسوف نتحدث على كل أنواع الجليتش، جليتش مائل وجليتش نائم وجليتش واقف و... المهم الجليتش بكل أنواعه وبكل التصاميم وبكل الصفات سوف نشرحها على تطبيق كين ماستر. يا للعار علي، كل شيء تحدثت عنه عن تطبيق كين ماستر إلا الجليتش، إلا الجليتش لم أتحدث عنه. والجليتش هو شيء مهم يقوم بإنشاء جمالية في الفيديو، عندما تشاهد الفيديو سوف ترى ذلك العمل الاحترافي بهذا الشكل. إخواني أحبابي، فقط لدي طلب واحد أطلبه منكم، وهو أنه القناة مقبلة على 4000. أريد منكم أن تقوموا بتوصيل القناة إلى 4000 مشترك لكي تكبر العائلة ونستمر أكثر ونقوم بنشر الكثير من المواضيع المتنوعة. فأنا هنا أقوم بمشاركة كل شيء أتعلمه، أي شيء أعرفه أنا وتعلمته شخصيا بإذن الله سوف أقوم بمشاركته على هذه القناة لكي تنتفعوا منه. فأطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على ديسلايك. هل تعلمون أن اليوتيوب أخيرا قام بإزالة الديسلايك؟ فمن يريد وضع ديسلايك ينزل إلى التعليقات. أنا كنت أريد أن أقوم بوضع ديسلايك لكن للأسف اليوتيوب قام بحذفه وشكرا. ومن يريد أن يضع لايك فليضغط على لايك. ولنبدأ في شرح الموضوع بشكل مفصل من خلال تطبيق كين ماستر، ولنبدأ. أول شيء سنبدأ بفعله قبل أن نقوم بشرح طريقة تصميم كل الجليتشات بأنواعها، وهي أننا نتجه إلى المتجر الخاص بكين ماستر، وهذا لكي نقوم بتحميل المؤثرات التي نحتاجها في تصميم الجليتش بكل أنواعه. أول شيء نقوم به هو نضغط هنا في هذا المكان ونختار هنا كلمة جليتش، نضغط بهذا الشكل وننتظر فتظهر لنا هذه القائمة التي تحتوي على الكثير من المؤثرات. فأول شيء نقوم بتحميل هذا التأثير وهذا التأثير أيضا، أنا لم أقم بتحميله فأقوم بتحميله بهذا الشكل، وهذا التأثير أيضا نقوم بتحميله، نضغط هنا داونلود بهذا الشكل. ومن بعد ذلك باقي المؤثرات لا نحتاجها في التصميم، ننتقل إلى الأعلى، هنا نضغط على Artistic هنا بهذا الشكل ونقوم بتحميل هذا التأثير الذي يظهر الأول، فهو تأثير رائع دائما ما أستخدمه. سوف أقوم بإنشاء حلقة كاملة عن هذا التأثير. وننتقل إلى Color ونقوم بتحميل هذا التأثير، أنا قمت بتحميله سابقا، وأيضا هذا التأثير نقوم بتحميله، نضغط على داونلود. فهذه المؤثرات سوف نجمع فيما بينها لكي نحصل على جليتش احترافي، ونضغط هنا نقوم بتحميل انتقالات خاصة بالجليتش، من هنا
ننتقل إلى أنالوج بالأعلى، الخانة الثالثة هكذا، وسوف نجد الكثير من الانتقالات الخاصة بالجليتش. فمثلا هذا ديجيتال جليتش، هذا أحسن جليتش موجود على تطبيق كين ماستر، أنصحكم باستخدامه. ومن بعد أن نقوم بتحميل كل شيء نريده، ربما أنتم تريدون تحميل أشياء إضافية يمكنكم تحميلها، المهم ننهي التحميل. فأنا ألقي نظرة، ربما هناك شيء جديد موجود في تطبيق كين ماستر. نعم، هذه الكثير من الأنواع من الجليتش يمكنكم استعمالها أنتم أيضا، هذه انتقالات فقط يمكنك استعمالها مباشرة. فلننتقل إلى التطبيق و نعم لا يوجد شيء إضافي، نعود إلى التطبيق ونبدأ في شرح كيفية عمل جليتش احترافي وبكل الأنواع. أولا بالنسبة إلى الانتقالات، هي بسيطة، يمكنك استعمالها كما هي وتقوم بوضعها بهذا الشكل. لنلقي نظرة، فكما ترون هي تبدو بطيئة قليلا، نقوم بالسحب بهذا الشكل ونجعلها 0.5 أو أقل بهذا الشكل، ونقوم بالتشغيل. نعم هكذا تبدو مناسبة. وبعد هذا أن تقوم بوضع الانتقالة بهذا الشكل، كل ما عليك فعله هو أن تضيف تأثير صوتي خاص بالجليتش. لقد قمت بإنشاء حلقة كاملة عن المؤثرات الصوتية وتحدثت عنها كم هي مهمة في الفيديو. فطريقة إضافة التأثير الصوتي لهذا أو هذه الانتقالة، تقوم بقصه قطعه بهذا الشكل من هنا، وتقوم بالقطع من هنا بهذا الشكل، نعم، وتحذف الأجزاء الباقية بهذا الشكل. وعندما تقوم بتشغيل أو عرض الجليتش مع الصوت، سوف يصبح جد احترافي، وسوف تلاحظ أنه هناك اختلاف في الفيديو. والآن نبدأ بتصميم جليتش خاص بنا باستخدام المؤثرات. يمكنك استعمال هذا التأثير كما ترون، أو ربما سوف نستعمل هذا التأثير أفضل. مهلا اللحظة، هذا التأثير أفضل، أنا دائما ما أستعمل هذا التأثير. نقوم بالسحب على كامل الشاشة بهذا الشكل، ونقوم بتصغير مدة عرضه بهذا الشكل، ومن بعد ذلك نلقي نظرة عليه. كما رأيتم التأثير، نقوم بتصغيره أكثر بهذا الشكل لأنه جليتش يأتي في لمحة بصر ويختفي. وكما ترون هذه هي الإعدادات الخاصة بالتأثير، كما ترون سبيد وأنجل، الزاوية والديستانس، لا أعرف نطقها بشكل صحيح، والمود، وكل من هذه الأشياء الخاصة بالتأثير. فكما ترون أصبح سريع، قمت بتسريع الحركة من خلال أداة السبيد كما ترون. ومن بعد ذلك نضغط على التأثير بهذا الشكل، ونقوم بالضغط هنا في الأعلى 3 نقاط، ونختار الخيار الأول لكي نستنسخ التأثير، ونضغط هنا بالأعلى ونغير التأثير، نختار تأثير آخر، وهذا لاختصار الوقت. فمثلا أختار هذا التأثير كما ترون، فهنا سيتينج، هذه الإعدادات الخاصة به، يمكنكم التحكم. أعتقد أن هذا التأثير غير مناسب، لنختار تأثير آخر. فلنلقي نظرة أولا، نعم لم يعجبني هذا التأثير، فكما ترون يتم عرضه بشكل سريع، ونحن بحاجة إلى زيادة مدة عرضه. أولا سنقوم بتغيير التأثير لنجرب تأثير آخر، ربما هذا، أو يمكننا استعمال تأثير آخر. سوف أستعمل هذا التأثير VHS، المهم هذا التأثير. فكما ترون هذا تأثير رائع، فلنلقي نظرة، هذا التأثير أو هذا التصميم يتم عرضه بشكل سريع، فنحن بحاجة إلى زيادة مدة عرضه. فأولا سوف أقوم باستنساخ هذا التأثير بهذا الشكل،
ومن بعد ذلك أقوم بتغيير التأثير الذي قمنا باستنساخه. سوف أختار هذا التأثير الذي هو بالأزرق، نقوم بإضافته من أجل عمل اهتزاز على الفيديو حيث يكون متناسق مع الجليتش لكي يكون جليتش منطقي ويعطينا نوع من الإحساس أن الفيديو يهتز مع التأثير. فقمنا بزيادة مدة عرض التأثيرات، وهذا من أجل أن يكون الجليتش مناسب. والآن هناك نقطة أريد توضيحها. فبالنسبة إلى هذا التأثير الذي قمنا بإضافته، هذا التأثير يجب أن يكون خلف التأثيرات الأخرى، فنختار هذا الخيار بهذا الشكل ونعدل في سرعة هذا التأثير قليلا. يمكن أن نقوم بخفضه، أو من الأفضل أن نجعله بهذا الشكل لنلقي نظرة. ربما نحن بحاجة إلى جعله بطيء قليلا. 30 بهذا الشكل يبدو مناسب. نعم هكذا يبدو جيد. والآن لنعدل على التأثير الثالث بهذا الشكل. من هنا كما ترون يحتوي على End وStart، نجعلها بهذا الشكل. وهكذا نكون قد صممنا جليتش خاص بنا. فقط نقوم بإضافة مؤثرات صوتية، لكن لننتقل إلى جزء آخر ونقوم بشرح كيف تقوم بعمل جليتش للنصوص أو التكست. فكما ترون هنا لدينا هذا النص ويلكم بهذا الشكل. أول شيء نقوم به هو نضغط هنا ونضغط على الخيار الثالث بهذا الشكل وننتظر قليلا. سيقوم بالتقاط صورة للفيديو ويقوم بوضعها بالأسفل، نقوم بتعديلها بهذا الشكل ونقوم بالقطع من هنا أيضا ونجعلها بحجم التكست بهذا الشكل. ومن بعد ذلك نقوم باختيار هذا التأثير بهذا الشكل B05 بهذا الشكل. ومن بعد ذلك نقوم بالخطوة التالية، نختار هذا الخيار ونقوم بالتحديد بهذا الشكل ونجعل التحديد يحدد جزء معين من التكست أو النص بهذا الشكل. مهلا، نعم بهذه الطريقة كما ترون، ونضغط على أوكي. ومن بعد ذلك نقوم بتقطيع الصورة إلى أجزاء بهذا الشكل بالمقص أداة التقطيع، نضغط هكذا ونقطع بهذا الشكل. قمنا بتقطيع الصورة إلى أجزاء، ومن بعد ذلك نعود إلى كل جزء ونعدل بنفس الطريقة ونحدد جزء معين من التكست بهذه الطريقة كما ترون بهذا الشكل. سوف أقوم بعرض الحركة لأوضح لكم الفكرة. كما ترون كأنه هناك حركة أو جليتش في الصورة، نقوم بتصغير الصور بهذه الأحجام لكي تكون هناك حركة سريعة في الفيديو. وبعد ذلك نختار كل جزء ونحدد على النص بهذا الشكل، كل مرة نغير المكان بهذه الطريقة ونختار جزء آخر نقوم بسحبه هكذا، وبنفس الطريقة نضغط عليه و نحدد مكان معين فوق النص بهذا الشكل كما ترون. كل مرة أختار مكان معين، فعندما تقوم بعرض الحركة تكون بهذا الشكل. ومن بعد ذلك نعدل عليها كما نشاء بهذا الشكل لكي نجعلها سريعة، ونحذف الباقي من هنا هكذا. وبعد ذلك نقوم بإضافة تأثير، نعم نضيف تأثير الألوان أو الجليتش. نضغط هنا ونختار هذا الخيار، الخيار هذا أين هو؟ نعم هذا الخيار، نختاره هكذا ونقوم بتحديد مكانه ونضعه فوق التكست أو النص، ونقوم بالقطع بهذا الشكل باستخدام المقص هكذا. فلنلقي نظرة على الشيء الذي قمنا به، فكما ترون التأثير، وهو أيضا نقوم بقطعه إلى أجزاء بهذا الشكل باستخدام أداة المقص. وبعدما أن نقوم بتقطيعه ونختار مكان التحديد في كل جزء كما ترون بهذا الشكل، نعم وهنا أيضا نعدل
أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الفكرة. كل الأجزاء نعدل عليها ونضعها في المكان المناسب والتحديد المناسب بهذا الشكل، وبقيت الأخيرة ونعدل عليها هي أيضا ونقوم بوضعها في هذا المكان، وهنا نكون قد قمنا بشيء احترافي. وهنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. هل ألم تضغط على زر لايك؟ أعمل لايك. أضغط على زر لايك فلن يأخذ منك الكثير من الوقت. ودمتم في رعاية الله، وشكرا إلى كل شخص شاهدنا ويتابعنا على هذه القناة. انتظرونا في حلقة قادمة. بيس. Top dog, bottom all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we looking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, the homies, yeah, they giving it up. One low life, yo, life, what we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my girl a 44 when she crept in the back door.